السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في قناة دليشس فود. اليوم راح أعمل بخاري الدجاج. عملتها في طنجرة واحدة بس بدون كركبة طناجر. قطعت بصل كبيرة جوانح بحجم متوسط، بعد هيك فكيتهم عن بعض. قطعت الثوم قطع صغيرة، وطبعا ممكن تبشروهم أو تهرسوهم. أهم شي في البخاري الجزر، اتأكدوا إنه حلو قبل ما تبدأوا بالطبخة. قطعت شرايح أو أصابع متوسطة، عملت 3 حبات. بنصحكم تعملوهم بالفرامل الكهربائية، أسهل وأسرع. سخنت الطنجرة وحطيت سمنة، ممكن تستخدموا زبدة أو زيت زيتون. أول خطوة راح أقلي شوية زبيب، راح أظل أحركهم على نار متوسطة، وأول ما يكبر حجمهم راح أرفعهم وأحطهم على جنب. تاني خطوة راح أقلي البصل والثوم. كمية الزيت مش كثيرة طبعا زي ما أنتوا شايفين. بهاي الأثناء نقعت رز بسمتي مع ملح وشوية خل أبيض. لما ذبل البصل وصار ذهبي رفعته وحطيته على جنب. ثالث خطوة راح أقلي الجزر. أضفت عليهم ملعقة صغيرة سكر، كل شوي راح أحركهم. لما صار طري وتغير لونه رفعت الكمية وحطيتها على جنب. أضفت الدجاج على الطنجرة. رح نحتاج ملعقة كبيرة ملح للدجاج الواحدة. أضفت فلفل أسود، بهار مشكل، كركم، كمون، ملعقة صغيرة من كل نوع. رح أحمرهم على نار عالية. بعد ما يتغير لونهم خففت النار وغطيت الطنجرة ل10 دقايق. زي ما انتو شايفين بدأ الدجاج تنزل ميته. راح أضيف نص كمية البصل على الدجاج. وراح أضيف هنا ماء بالتدريج. بصراحة هيك تعودت إني أضيف المي بالتدريج، بطلع أطيب. طبعا راح نغطي الطنجرة ونخلي الحرارة متوسطة. بعد مرور 40 دقيقة استوى الدجاج. أضفت 3 أرباع كمية الجزر. بعد ما غسلت الرز وصفيته أضفته على الدجاج. بدنا نتأكد إنه المرقة مغطية الرز. خليت الطنجرة تغلي، وهيك لازم يكون مستوى المرق
فوق الرز. غطيت الطنجرة وخففت النار وتركتها ربع ساعة. هيك البخاري صار جاهز. زينته بزبيب والبصل والجزر. قدمت البخاري مع سلطة الريتا، إن شاء الله راح تكون طريقتها مكتوبة بالوصف. بتمنى دايما تتابعونا، يعطيكم ألف عافية وصحة وهنا.